يجب أن نسعى وبكل جدية إلى الالتزام بالدستور مرجعية ضامنة للقدرة على بناء وطن للجميع بدون تمييز، وعلى تفعيل احترام التعددية كأساس للحقوق والحريات الديمقراطية والمدنية، وكضمان لحماية حقوق الجميع دون استثناء واحترامهم كشركاء متساوين في الوطن، والتوجه لمعالجة النواقص والأخطاء والعمل معا في بناء المستقبل وتحقيق الأهداف المشتركة. هذه الاستحقاقات الداخلية لن تكن سهلة المنال، وبالذات في خضم هذه الظروف الدولية والإقليمية والتي تلقى بظلالها على الوضع العراقي الداخلي. علينا أن ننتصر إلى مفهوم احترام سيادة العراق ومصالح العراق، وأن يكون العراق محوراً لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة وإنهاء التوترات فيها. العراق أثبت ومن خلال جهاد أبناء شعبه ومن خلال تضحيات وعمل المؤسسة العسكرية والأمنية في هذا البلد، من الجيش، من الحشد الشعبي، من البيشمركة والحشد العشائري والقوى الأخرى، أثبتت جدارة في دحر الإرهاب عسكريا، وكان هذا إنجازا كبيرا لا يمكن الاستخفاف به. لكن لا يمكن للعراق أن يتقبل عودة الإرهاب مجددا، ولا يمكن لهذه المنطقة أن تتحمل وزر عودة الإرهاب مجددا. فنريد لبلادنا، لوادي الرافدين، للعراق أن يكون محورا لمنظومة أمنية وسياسية جديدة في المنطقة، أساسه التعاون، أساسه التضامن بين شعوب هذه المنطقة لدحر الإرهاب والتكفير والتطرف والانتصار إلى المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية.